السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي بنشوف برنامج اسمه اوتو لايبراري. البرنامج ده ميزته ان انت بتعمل مكتبة خاصة بيك فيها كل الديتيل، فتقدر توصل عليها بسهولة جدا. هنبدأ نعمل مكتبة ونديها الاسم، وبعد كده نحدد المسار اللي فيه الديتيلز بتاعتنا. وليكن مثلا دول، هنحدد الملفات ديت مثلا دول، واقول له اد، دول كلهم موجودين. وبعد كده هقول له دان، خلاص هيبقوا كده مسافين معانا في المكتبه. ففي اي وقت تروح محدد المكتبه ديت، ممكن تعمل كذا مكتبه مش مكتبه واحده بس. بعد كده تحدد الملفات اللي انت محتاجها، عشان زي ما انت شايف الديتيلز بقت منظمه، فتقدر تشوفها وتختار اللي انت عايزه. تقدر تكبرها بحيث تتأكد إذا كانت هي دي اللي فعلا اللي انت عايزها ولا لأ. وبعد كده تقدر تدخلها في ملف الأوتوكاد سواء